ايش عندنا اليوم الملك حكيني؟ اليوم انا حابه اعمل كل الخشمي، حابه ان يكون الخشم كذا بارز وواقف كذا استقامه واحده. انا عندي هنا عقفه مضايقتني، فانا احب يكون الخشم شوي كذا واقف مستقيم. هذا المضرع انا بصراحه احتاجه. قلت ابغى اعمل فيلر لانه انا شايف الفيلر اسرع واسهل كمان. طبعا كل اخواتي هم ما عندهم نفس العقفه عادي، بس انا اختي الكبيره هي عامله عمليه، وانا حابه اعمل فيلر واشوف نتيجته ان شاء الله حلوه. حبيت النتيجة، كانت مرة سريعة وما أخذت حتى أقل من 10 دقائق. حبيت استقامة الأنف. تسلمي يدك دكتورة آلاء.